السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نشوف مع بعض برنامج أول بلان. كنت شرحت من فترة لكن البرنامج فيه تطورات كتيرة، فلازم نبدأ نشرح فيه من تاني. هو البرنامج ألماني ومن أوائل برامج البيم. هو ملتزم بالأوبن بيم وملتزم بالأكواد والآي في سي. هو برنامج جميل، أعرف ناس شغالة بالبرامج التانية لكن في بعض الخصائص بتلجأ في الأول بلان، وفي ناس بتعمل المشروع كاملا بالأول بلان زي ما شوف مع بعض. طيب خلينا نقول له نيو، بيقول لي ابدأ اسم المشروع واختار التمبليت بتاعك واللوكيشن، لاما الجهاز بتاعك لاما البيم بلس ده زي بيم 360 كده. هقول له لوكال هوست وهقول له الفينش. فهو بيعمل فولدر وينقل الملفات فيه. هبدأ أكبر الشاشة. طيب بتيجي هنا بتلاقي إن أنت في أركتكتشر وفي حاجات إنجينيرينج وفي حاجات درافت وفي حاجات رود ديساين وفي حاجات كونستراكشن. طيب هقول له مثلا عايز أركتكتشر، وأجي هنا أقول له إن أنا عايز أرسم وول، فبيبدأ يجيب لي الوول أهوت، نبدأ نرسم هنا أهو. فبيظهر عندي برضو في الإلفيشن وبيظهر عندي في الثري دي. ولما بتنزل اسفل هنا بيقول لك انت عايز تشوف الحاجه واير فريم ولا هيدن ولا انيميشن ولا سكتش. طيب الواير فريم معروف ان انت بتشوف الاجزاء اللي تحتيه، هيدن بالشكل دوت. طيب ممكن تشوف انيميشن، يعني لو في كذا حاجه مرسومه يبداوا يظهروا معاك خطوه خطوه كانك شغال بال4 دي. تمام، ده لما يكون انت راسم اكتر من حاجه في نفس الوقت بالشكل دوت. طيب ممكن اجي اقول له بدل انيميشن خليها سكتش، فيوري لك انها مرسومه بخط اليد. وفي لو انت عايز تعملها بشكل ريندر بيعمل لك سريعا كده ريندر. اقول له هيدن بالشكل دوت. طيب الوول ممكن اقول له ان انا عايز ارسم مثلا ريكتانجل بالشكل دوت، فبيقول لي انت عايز ترسم ريكتانجل ازاي من اول نقطة وتاني نقطة اوت، او هديك النقطة اللي في نص الغرفة وبعد كده ابدأ انت اول ما تبدأ تتحرك الماوس هو بقى بيعملها من جميع النواحي. او ممكن انا هرسم لاين وعلى يعني مثلا لاين اهوت اخليه في ميل، وبعد كده هبدأ اتحرك عشان ادي البعد بتاع الغرفة بشكل دوت. طبعا تقدر ترسم غرفة على شكل دائري مثلا، طب بيديك شوية اختيارات كويسة. تقدر تقطع فيه الشكل الدائري زي ما انت عايز. طبعا اي حاجة بترسمها او بتعمل عليها سيلكت هو بيبدأ يجيب لك الخصائص بتاعتها هنا، السيكنس والفورمات والستايل. طيب لو في هنا الاوبجكت تقدر ان انت تخفي بعض العناصر زي مثلا هخفي الحائط سيركل او ان انا هخفي كل حاجه بالشكل دوت، وتقدر تشوفهم باكتر من طريقه زي مثلا ترتبهم حسب الاوبجكت او ترتبهم حسب الستراكشر او حسب الدرونج نيم او حسب الليارات. كل واحد فيهم منهم هتلاقي التفاصيل بتاعتها، وكل واحد فيهم تقدر تخفي او تظهر او تجمد العناصر اللي موجودة جواه. ممكن تشوفهم على هيئة ليارات بالشكل دوت. طبعا في مزايا جميلة في البرنامج زي مثلا لو انت هترسم كولوم، فممكن تنزل الكولوم من الجنب او من النص او من اي حتة انت عايزها، بحيث ان انت لما تبدأ تسحب يبدأ يحط لك الكولوم من الجزء اللي انت عايزه، مش لازم تحطه من النص، لا ممكن تختار الحاجة اللي انت عايزها وتدوس على البروبرتيز بيبدأ يطلع لك
تفاصيل الويتس قد ايه والسيكنس قد ايه والانجل والهاي وكل حاجة تقدر تعدل فيها مباشرة بطريقة سهلة جدا.